أهلا فيكم في حلقة هذا الأسبوع من ذوك أب سندي. في هذا السلسلة نتكلم عن 10 أشياء من فئة معينة ونعرف أسمائهم ومعانيهم باللغة العربية. فئة هذا الأسبوع هي الخضروات. رقم 10 لتس أو خس. 9 سبينتش وهي السبانخ. زوكيني واللي هي الكوسة. 7 أوكرا أو البامية. بيز وهي البازيلا. 5 وهي البينز، عندنا احنا الفاصوليا، بس هم تنطبق عندهم البينز على اكثر من شيء، احنا يدخل فيه الفول نفس الشيء. بيتروت وهو الشمندر، بعض الناس يقولونه بيتس. كوليفلاور اللي هو الزهرة. تشيك بيز اللي هو الحمص. واخيرا كابج وهو الملفوف. أتمنى كانت حلقة هذا الأسبوع مفيدة. لو عندكم أي اقتراحات لحلقة الأسبوع الجاي أو مواضيع معينة حابين نتكلم فيها، اكتبوا ليها تحت في التعليقات، ورح أشوفكم بعدين. باي.